فاميليو، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي لكم اللي كتحبوا السفر والمغامرات. اليوم قررت نديكم من واحد من اغرب من اجمل الاماكن اللي كاينين في العالم، وبالطبع غادي نوريكم شنو هي اسهل وارخص طريقه اللي تقدروا تمشيو بها من اسطنبول حتى كابادوكيا. وجدوا لي راسكم حتى هذا غير الفلوق الاول من ثلاثه اللي غادي نتعلموا فيه بزاف الاشياء على هذه الاماكن. اذا كنتم متابعين معايا هذا الدليل السفر في تركيا 10 ايام اقل من 5000 درهم، غتفكروا بان حجوزنا واحد 4 ايام رائعه في اسطنبول، وجا الوقت باش نبدلوا المباني بالجبال والطبيعه. باش نوصلوا لكابادوكيا عندنا جوج طرق، اما الطائره او الكار ولا الاوتوبيس. خرجت من الهوستل ديالي ومشيت حتى المحطه ديال الاوتوبيس ديال اسطنبول، تما جبرت واحد الكار اللي دوز فيه 12 ساعه الليل كامله، حتى فقت جبرت راسي في واحد المحطه اخيره وقالوا لي نوض خرج من هنا صافي تقدا الطريق ديالك. هبطت من داك الكار جبرت راسي في واحد المحطه اللي تلاقيت واحد الراجل ما كنعرفوش وقال لي كاين واحد الطوبيس اخر اللي ب 20 ليره كيوصلك لتاغوريمي. طلعت فيه شفت المناظر في الطريق وصلت لغوريمي اللي كان فيه الهوستيل ديالي، واللي بالنسبة لي اللي كيتوفر على أهم ثلاثة ديال الميزات: رخيص، نظيف وجميل. بقاو معايا باش تعرفوا لي ديتاي كاملين على هذا الهوستيل وتستمتعوا معايا في اليوم الأول في كابادوكيا. دابا هي نبدا فلوغ. سلام فاميليا ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصلنا لكابادوكيا الحمد لله، العصر مزيان فيه الباص. فكركم هذا اليوم رقم 5 بالدليل ديالنا ديال السفر في اسطنبول باقل ثمن اقل من 5000 درهم. اذا شفنا شحال خسرنا ديك الايامات الاولى، غنشوفوا ان شاء الله شحال غادي نخسروا هاد الايامات هنايا. غنجوزوا واحد يومين ونص هيدا في كابادوكيا، كلشي غادي يتصور ونوريكم فين تقدروا تباتوا وفين تقدروا تمشيو وشنو تقدروا تاكلوا باقل ثمن. فكركم عاود ما قدروش نخسروا اكثر من 300 درهم في النهار، واذا خسرنا اكثر من 300 درهم غنحاولوا نعوضوها في يوم اخر. تلاقينا شي ناس هنايا جديدين، دابا غنقدم لكم اللي كنمشيو للهوستل عمركم ما كتكونوا بوحديتكم، شويه عليكم شويه عليكم، غنقدم لكم ناس جديدين ولكن شغلوا الاولاد شويه عليكم. اول حاجه خصنا نشبروا واحد الكار الاولي اللي غيعبينا نيفيتشير، الله يخرج دابا، ومن ثم غنشبروا واحد الطوبيس اخر اللي غيدينا حتى لنفينكويو. عرفتي شنو من نفينكويو اللي كيعيطوا لها بالعربيه مدينه الجن واللي كلشي كيهضر عليها حيت مشهوره بزاف. كنت عاولا نمشي لها غدا ولكن جبرت هاد الايطاليات قالوا لي دابا تيجي معنا، قلت علاش لا، انا لي بغو. اهم حاجه هي نوريكم الاماكن المهمه اللي تقدروا تمشيو لها باقل ثمن. تكلوا على الله. الراجل الاول اللي شبرنا حتى نيفي سهير خلصنا واحد 10 ليرات، ومن بعد باقي لنا ترونسبور اخر. نورمالمون باش تمشي لهاد المدينه خصك تخلص واحد الدور ديال 400 درهم، حنا غادي نستغنوا على الدور وغادي نمشيو على رجلنا الطريقه ديالنا، ما نحتاجو بيت ما نحتاجو والو، الله يسهل عليكم. الطوبيس كيخليكم في وسط المدينه واحد الموضع هنايا، وبغردة كيكون لاغي ديال الطوبيس اللي كديكم واحد الموضع اسمه ديرينكويو، المدينه اللي فيها ديك مدينه الجن. ارخص ثمن ولكن خصكم تدبروا شويه. الطوبيس الاولي تعطل غير واحد 15 دقيقه وخلصنا 10 ليرات، هذا تعطل واحد 40 دقيقه وخلصنا 30 ليره. عندكم فين تلفوا المدينه كامله مكتوب فيها يعني اندرغراوند سيتي، وتما تبقاو تابعين السينياليزاسيون حتى توصلوا لها، شي ساهل مولانا. ودابا الوقت الصالين غنشوف شحال كيعملوا التيكت الداخله لهذا المكان. 100 ليره زعما بامال، واحد المكان اللي ضروري نشوفوه ان شاء الله. كما قلت لكم ملي كنمشيو للهوستيل عمركم ما كتكونوا بوحديتكم، واليوم تلاقيت مع جوج الخوات اورورا اند ديفورا فروم ايطالي. ان شاء الله ندخلوا مع بعضنا باش تعرفوا. بلا باش تدخلوا لهنا لهذا المكان كيقولوا هنا بان ما خصهمش يدخلوا الناس اللي عندهم مشاكل بالقلب، مشاكل الدم، والناس اللي اسماتيك، الناس اللي عندهم هاد الامراض الاحسن ما يدخلوش هذا المكان. Are you ready girl? Yes. كاين واحد البرد تخيل بقى قوي، حدا راسكم كاين حفاري بزاف في كل مكان. تخيل انا سيت هنا وباش ندوز بهاد الاماكن خصني نحمي قوي هنايا. كانوا الناس عايشين عندهم بيوتا، كاين الموطا اللي عندهم سيستم ديال المجاري الحمامات، طريقة البني اللي امبرسيونو اللي صعيبة بزاف، اللي دابا ما عرفوش كيفاش هاد الناس تيقنوا باش يبنيو زعما هادشي هيدا تحت الارض، واحد السيستم اللي امبرسيونو.
جدا باش يحفظوا المدينه ديالهم من الغزو، حيت كاباديوكيا دائما معروفه المنطقه اللي كيجي كيبدا الغزو في هذه المدينه. يبنوها باش يقدروا يعيشوا فيها حتى 20,000 شخص، 20,000 شخص تحت الارض. هادشي كامل انفاق. وعلاش باش كنسهل تحفر؟ حيت هادو واحد الحجر فولكاني، ساهل تحفرهم وتبني يعني المغارات فيهم. شي واو 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 برد، واحد البرد. انا قصيرة وكملي ماشي الحنين. اللي فيه الضيقة ولا اللي فيه الفوبيا من أماكن هيدا مجدودة ما يدخلش لنا، ما يجيش لنا هنا. بسم الله. واو واو، this never end. عرفتوا معايا داك الشيء ستيتو ما كيتضيق وما كيتسلاش. I'm a little bit scared. واللي غريب هي بان هنا يوقع بزاف الزلزالات وهذه موقع على والو، بقى كيف ما هي. تخيل معايا ما كاش هنا يعيش غير الانسان، كانوا حتى الحيوانات يعني الاحصنه وكانوا كيدخلوهم هنايا، المهم الحيوانات كاملين. لهادشي بعض الاماكن كيكونوا شويه واسعه اكثر وكيكونوا في شكل بحال هادو اللي هنايا. هادو ما نعرف، هادشي غريب والله الا غريب. كيف هاد الناس كانوا يقدروا يعيشوا هنايا؟ مدينه فيها 80 ديال المترو تحت الارض، يعني محفوره كامله تحت الارض. ولكن حنايا وحنايا اي واحد جاي يقدر يزور غير 7 الطبقات الاولياء، يعني كنظن 20 متر الاولياء. هنايا مصورين عندنا لافونتاج كبيره، ما نضربوش راسنا. اللي مزيان هنايا عمرك ما غتلف، سينياليزاسيون كاينه في كل مكان. بدا تطلع داك بدا تبع داك الفلاش We have been there here before. بالصباح حنا ندورو. تلفنا والله إلا تلفنا. Es que cómo está construido esto, eh. غتلفو غتجيو غتلفو متأكد. Hard. Hard to meet you. Come on. حنا كان اللي ضروري خصكم تجيو لواحد الاكسبيريونس، يعني في شكل ما كاينش شي متعه غنوا في العالم. واذا غلط بحال هذه اللي كتخرج منه كتجبر الاماكن اللي تقدر تشري سوفينيرز واحد الثمن مناسب، من كيبداو من 5-10 ليرات تقدر، ولكن 5 ليرات تقدر تشري واحد سوفينير اللي مزيون. رجعنا شبرا نفس الطوبيس اللي خدتنا لذاك المطار، حيت نقول لكم في هذا المكان كامل كاين بزاف الاماكن مزيونين، كاين بزاف، ولكن اشهر واحد اللي كاين هنايا هو هاد مدينه الجن. وضروري تجيو، لا ما تخافش ما غتتلفش، ولكن ضروري تتبع الخطوات اللي قلت لك كاملين خطوه مره خطوه، وغتزور الاماكن كامله اللي زرتها الحره. لا شي حاجه غير بيت فيه دورو بحال دائما رجع بزاف الايران. اوكي هاي قال لكم الديك ملي كتوصلوا لهنا كتخرج منكم ثلاثه الكلمات، عرفتي شنو هما؟ واو واو واو. خليكم مع السينما ديك شويه. Step 1 wake up early gonna rise with the sun. Step 2 get some good some food in you. Step 3 think real hard about what you wanna be. Step 4 Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. كنت مكملة ياك ماشي قبل الحق. المهم واخا ما كاين مشكل، المهم فاميليا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى تكونوا تعلمتوا كيف تقدروا تمشيو من اسطنبول حتى كابادوكيا باقل ثمن، يعني واحد الطريقه سهله. واذا مشيتوا بالليل
هاد جوج الاشياء تقدر تغتنموا ديك النهار مع تكونوا عيانين. دابا في الحقيقه البارح ولا نعاس ما نعاش شويه ولكن ماشي بحال دائما. اغتنمت الوقت اللي عندي ومشيت ديك مدينه الجن وجيت لهنا لهاد الشوميني اللي كيعيطوا لها المهم نسيت كتب لكم الاسم كلي هنايا والله الا تعقلي ما بقاش فيه كيفكر بزاف حيت انت ما كتعرفوها صورها عقل مزيان على الاقل على هذه الشجر هذه. المهم حتى كنعملوا بكل فرح وكنعملوا حيت هذا الشيء كيعجبني حيت نفكركم هذه ماشي الخدمه ديالي انا كيعجبني بلوغين كيعجبني نعطي معلومات وكنعمل هذا الشيء في يوتيوب. المهم غنزيد عليكم شكرا واذا دعمتوا لي جيم شكرا واذا بارطاجيو شي الفيديو حيت عجبكم شكرا واذا خليتوا لي شي تعليق نتا حيت على الخدمه ديالي على شي انفورماسيون يمكن يكون انا خلطت في بعض الحاجات ولا المعلومات ماشي صحيحين 100% ما قراشي اي حاجه تخليوها لي تحت في التعليقات والسلام زيد عليكم فاميليا. شكرا على الدعم ديالكم شكرا على التعليق شكرا المهم شكرا على كل شيء الناس اللي كيساندوني عارفين راسهم شكون هما والله تصوروا شي الكونتيتي ديال الحب اللي كيوصلني في انستغرام في التعليقات ديال اليوتيوب تينا كنحبكم كنبغيكم كنموت عليكم بزاف ونشوفوا ان شاء الله. بلاتي 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 ما تمشيو شي كنت باغا نكمل الفيديو ولكن هاد البنات جابوني قالوا لي الواحد مطاع فيه الاكل نات تراديسيونيل الثمن مزيان في كابادوكيا انا نخليكم هنايا شي ايماج بالاسم ديال المكان واذا بغيتو تجيو له تاهو داكلو فيه مزيان الثمن رخيص والاكل مزيان غنعمل لكم انا الايماج شنو غادي ناكل واكزاكتومون البري هو البري والتوتال اللي خسرت في هاد اليوم هو هالكونتيتي. واخا بغيت نقول لكم سلاما نسلم عليكم عاود شكرا فاميليا على كل شيء على الثقه ديالكم فيا على المتابعه على التشجيع ما تنساونيش جيمات كومونتير بارطاج ونشوفكم ان شاء الله السيمانه المقبله فيديو جديد.